مرحبا بكم ضمن الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للموسيقيين ومبدعين من ذوي الإعاقة. تشارك معنا فرقة الصم من دوز بمسرحية هوية. شكون العرض يوم الثلاث 28 أكتوبر بالمسرح البلدي بداية من الساعة الثالثة. حبكم تجيو برشا تشجعوا أصحابكم وتبرزوا للمجتمع أن الصم قادرين على العمل الفني والروحي وقادرين على الإبداع. مرحبا بكم.